بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم آمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا، ولا زال الحديث موصولا بنا حول القصص القرآني ومع قصة سيدنا آدم كما وردت في سورة البقرة. يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الأمر من الله جل وعلا لسيدنا آدم أن يسكن هو وزوجه الجنة. قلت المرة اللي فاتت أن الله خلق من ضلع آدم حواء فأنس به وأنست به، فربنا سبحانه وتعالى أصدر الأمر لسيدنا آدم ولزوجه حواء أن يسكنا الاثنين مع بعض الجنة. وربنا قال لهم إيه؟ وكلا منها رغدا حيث شئتما. يعني إيه رغدا؟ أي كلوا أكلا هنيئا من ثمار الجنة، أي حاجة في الجنة كلوا منها، كل ما فيها حلال لكم يا آدم أنت وحواء. وكلا منها رغدا حيث شئتما، وبعدين ولا تقربا هذه الشجرة. ليه بقى؟ ليه لا تقربا هذه الشجرة؟ لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، زي ما احنا شايفين أمامنا الآيات: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. شوف لما ربنا يقول لهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يا آدم أنت وحواء كل ما في الجنة حلال لكم، كلوه هنيئا مريئا، كلوا من ثمارها ومن نعيمها، لكن هذه الشجرة لا تقرباها، ما تقربوش من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هتبقوا ظلمتم أنفسكم لأنكم أكلتم منها. ليه؟ لأنكم خالفتم أمر الله جل وعلا. فأزلهما الشيطان عنها. فأزلهما، علماء التفسير يقولوا إيه؟ فأزلهما بمعنى فأزالاهما، يعني إبليس الشيطان هيوسوس لآدم وحواء: لو كلتم من هذه الشجرة هتبقوا من الخالدين، لو أكلتم من هذه الشجرة يبقى لكم ملك عظيم لا يفلى لا يفنى ولا يبلى هذا الملك أبدا. وقيل في بعض الكتب التفسير فأزلهما أي فنحاهما عنها. إبليس هيبدأ يوسوس لسيدنا آدم والسيدة حواء: إن أكلتم من هذه الشجرة فأنتم هتبقوا من الخالدين ومن المخلدين في هذه الدنيا. وأقسم لهم على هذا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. النتيجة أكل من الشجرة. لما أكل من الشجرة عصى آدم ربه وعصت حواء ربها، وبعدين تابوا ربنا. طيب تلقوا كلمات بقى، إيه الكلمات اللي تلقاها آدم وحواء ليتوب الله عليهما؟ هنعرفها بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.
بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومول. رجعنا لكم تاني ولسه مع سيدنا آدم والسيدة حواء والحوار الذي دار بينهما وبين الشيطان، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني الشيطان لما وسوس لآدم وحواء أكلوا من الشجرة، فربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. انزلوا للأرض وهيبقى بعضكم لبعض عدو في هذه الأرض، وشفنا بعد كده هيجي بقى قابيل هيقتل هابيل، وفي ناس هتعتدي على ناس، وفي ناس هتظلم ناس. كل ده كتبه الله على بني آدم في الأرض، منهم العادل ومنهم الظالم، منهم المقسط ومنهم الذي يجور على حق أخيه. يعني أمور مختلفة وأمور يعني متباينة، والناس حالهم مختلف في هذه الأرض. طيب بعد ما آدم يعني استقر في الأرض، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، شوف بقى سيدنا آدم عصى بمخالفة أمر الله، خالف أمر ربه، والسيدة حواء عصت. فسيدنا آدم والسيدة حواء بيقولوا: يا رب توب علينا، يا رب اغفر لنا، يا رب سامحنا. فتلقى آدم من ربه كلمات. ناخد بالنا إن ربنا ألهم آدم الدعاء، علمه دعاء معين يقول هذا الدعاء هو والسيدة حواء، فتاب الله عليهما. في آية تانية: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عصى وبعدين غوى بعصيانه لله، وبعدين ربنا اجتباه بأن لقنه كلمات، بأن تلقى آدم الكلمات من ربه فتاب عليه وهدى. إيه الكلمات اللي تلقاها سيدنا آدم والسيدة حواء؟ وردت في سورة الأعراف: قال بالمثنى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أدي الكلمات اللي تلقاها آدم وحواء من الله جل وعلا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والظلم هنا ظلم أنفسهما لأنهما عصيا أمر الله جل وعلا. كل من كل الشجر إلا هذه الشجرة يا آدم أنت وحواء، الشيطان أخذ يوسوس لهما: لا، كلوا من هذه الشجرة، لو أكلتم من هذه الشجرة ستكون من الخالدين، ستكون ملكين، ستكون من الباقين في هذه الدنيا، هيبقى لكم نعيم لا يفنى ولا يبلى أبدا. المهم بعد الوسوسة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، بعد ما وسوس لهما أكل منها، فعصيا ربهما وتابا وأنابا وعادا وإلى الله سبحانه وتعالى، وقال الكلمات اللي ربنا ألهمها لآدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب عليه. بعد ما قال الكلمات ربنا تاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، كثير التوبة وكثير قبول التوبة من عباده. إنه هو التواب الرحيم أي يقبل التوبة من عباده، ويقول في آية أخرى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، كله بقى هينزل من الجنة، آدم وحواء والجنس البشري كله، ليعمروا الأرض، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فإما يأتينكم مني هدى. الهدى اللي هيأتيكم لجميع الجنس البشري عن طريق الرسل أو عن طريق أمين وحي السماء جبريل، فمن تبع هداي، من اتبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية تانية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللي بقى مش هيتبع الهدى وهيضل، فاللي هيضل ده يعني هيبقى من الناس اللي هم معذبين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. ده بالنسبة للآيات
اللي وردت فيها قصة سيدنا آدم في سورة البقرة. الحلقة القادمة إن شاء الله نتعرض لما ورد من ذكر قصة سيدنا آدم في سورة الأعراف إن شاء الله، ونعرف الفرق ما جاء مجملا هنا جاء مفصلا هناك، وما جاء مجملا هناك جاء مفصلا هنا أو في آية أخرى، لأن يعني أفضل أنواع التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. ربنا يعلمنا وإياكم أنوار القرآن وأسرار القرآن، ويفهمنا وإياكم فهم النبيين والمرسلين والعلماء الصالحين، اللهم أمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: ما حكم الذبح صدقة على روح المتوفى مع العلم بأن الذبح قد تم أثناء العزاء؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا مانع ولا حرج شرعا أن نذبح صدقة على روح المتوفى، سواء كان هذا قبل الوفاة أو أثناء الوفاة أو بعد الوفاة. يعني في بعض الناس يموت له ميت يقول لك أنا مش هعمل عزة، أنا هذبح ذبيحة ونوزع هذه الذبيحة صدقة على روح المتوفى، خير وبركة. لأنه خدوا بالكم العزاء اللي بيتعمل والصرادقات التي تقام للميت لا يعود النفع بها على الميت في شيء، من مات قامت قيامته. بنعمل الصرادق وخمسين سقف ومئة سقف، ونجيب المقرئ فلان وثلاثة مقرئين، ونعمل بقى وليمة كبيرة وكذا وكذا، كل هذا لا يعود على الميت بالنفع. خلاص الميت مات وأغلق القبر عليه، يحاسب على ما قدم، كل امرئ بما كسب رهين. انت بقى بتلبس الحتة اللي على الحبل وبتلبس بقى وتقف تاخد العزاء وسعيكم مشكور، كل ده يعود بالنفع على أهل الميت وليس على الميت. طب جبنا ذبيحة ذبحناها ووزعناها على الفقراء، دي تعود بالنفع على الميت. تصدقنا بمبلغ من المال على روح المتوفى، يعود بالنفع عليه. يبقى نفرق بين ما ينفع الميت وما يعود بالنفع على أهل الميت. بعض الناس يقول لك أنا ما ينفعش ما أعملش عزة، أنا المعزين بتوعي كتير وهيجي لي ناس من كل البلاد. يا سيدي اعمل عزة، لا مانع ولا حرج من هذا الأمر، لكن أيضا لا تنسى الميت من الصدقات. فيعني تحية للي بيعمل كده، اللي بيذبح ذبيحة ويوزعها صدقة على روح المتوفى، سواء أثناء العزاء أو بعد العزاء أو قبل العزاء، لا مانع من هذا، وربنا يتقبل ويجعلها صدقة مقبولة إن شاء الله. سؤال آخر: هل من حق المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ يعني الزوجة نشاركها في أمورنا ونسألها ونستشيرها؟ طبعا، وهذا فعال رسول الله، ده اللي كان بيعمله سيدنا النبي، كان يستشير زوجاته أمهات المؤمنين. وعندنا دليل على كده في صلح الحديبية، لما سيدنا النبي خرج هو ومن معه من الصحابة سنة 6 هجرية لأداء العمرة، ومنع من دخول مكة، فستنا أم سلمة قالت لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، أؤمر الحلاق أن يحلق شعر رأسك واذبح الهدي الذي جئت به. فأخذ النبي برأيها، سيدنا النبي أخذ برأي السيدة أم سلمة وشاركته في الرأي، وكان أمره صلى الله عليه وسلم مشورا مع أصحابه ومع زوجاته. ألم يقل مولانا له في القرآن: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر؟
فإذا عزمت فتوكل على الله. فيجوز للرجل أن يشارك امرأته في الرأي وأن يشاورها، وهذا من هدي النبوة وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل زوجتك وزوجتك تسألك، واستشيروا بعض، وتكلم مع أولادك ومع أهل بيتك، والأمر شورى بينكم جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، اللهم أمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.